يبدو أن خيوط قضية كاسياس ومورينيو التي أسالت الكثير من المداد والعديد من النقاشات في أوساط العاصمة مدريد عادت من جديد، لكن بوقائع وحقائق جديدة. قبل أيام فقط ألقى الجميع اللوم على مورينيو لعدم إشراكه الحارس كاسياس. اليوم الصحيفة الأشهر بمدريد وإسبانيا ماركا تأتي بالخبر اليقين، مؤكدة أن قائد وحارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا إيكر كاسياس كان على خلاف مع مدرب الحراس بفريقه والصديق المقرب من مورينيو سيلفيو لورو منذ شهرين كاملين، وذلك بسبب خلاف وقع بينهما وأن الطرفين لم يتحدثا لمدة طويلة. خلاف تسبب في معاقبة الحارس العملاق بجلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة مالاقا، وهي المرة الأولى لكاسياس منذ السنوات العشر الأخيرة بالليغا، لتزيد خسارة الريال بثلاث أهداف الاثنين من حدة الأزمة بين الجميع، وتنهال بعد ذلك سيوف النقد على المدرب البرتغالي، سيما أيضا بعد الفارق الكبير الذي أصبح بينه وبين غريمه البارسا. مورينيو دافع عن نفسه وبرر استبعاد كاسياس من مباراة مالاقا بأنه قرار فني بحت، لكن الصحف الإسبانية اعتبرته تأديبيا لكابتن الريال. وفي ظل حرب التصريحات أكد الداهية البرتغالي رضاه التام عن القرار، مشيرا إلى أنه مرتاح الضمير ولا يشعر بالذنب، بل اعتبر أن أعدان أفضل من كاسياس في الوقت الراهن، فيما أبدى الحارس الأول احترامه لقرار مدربه، لكنه شدد على أن مستواه جيد في المرحلة الحالية. بعد هذه الضجة الكبيرة وعملية شد الحبل بين الطرفين وأزمة النتائج التي حاصرت الريال والتراجع المخيف في أداء الميرينغي، يبقى السؤال المعلق: هل بات مستقبل مورينيو غامضا مع الريال؟ وهل ستكون القطيعة بين الطرفين بشكل نهائي؟ أم أن كل ذلك مجرد مرحلة فراغ يعيشها الفريق الملكي؟